ايه شعورك في الافتتاح الجزء المهم بصوت وضوء في المتحف المصري؟ اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بجريده الجمهوريه، واهلا وسهلا بكل قراء جريده الجمهوريه. طبعا احنا طبعا سعداء لان دي تجربه فريده من نوعها، دي اول مره في مصر ويمكن في اي متحف في العالم نظام الصوت والضوء في داخل المتحف. احنا عاملين عرض تجريبي لمده 3 ايام علشان نستطلع اراء المشاهدين والزوار، وان شاء الله لو يعني قدر ونجح التجربه ان شاء الله هتعمم في كل المتاحف المصريه. فده عرض تجريبي، دعينا ليه كل المهتمين، كل المعاهد العلميه، كل علماء الاثار، شخصيات عامه وكل الزوار اللي موجودين في المتحف. هل هيكون في عرض باللغه الاجنبيه؟ لا، هو التجريبي لسه باللغه العربيه، بس ان شاء الله هنستكمله بلغات اخرى بعد نجاح التجربه. هيتعمل في كم قاعه؟ التجربه معموله في 4 قاعات وعلى مجموعه من محدده من التماثيل. التماثيل بتحكي عن حضاره مصر وبتبعت رساله لشباب مصر ان يعني شباب مصر يعود بمصر الى وضعها الطبيعي زي ما كانت سائده في العالم القديم. لازم تعود في العصر الحديث تكون الى وضعها الطبيعي وفي مكانه مرموقه زي ما كانت في العهد القديم. تعود مصر بسواعد ابنائها، هي دي الرساله اللي بنبعتها من خلال عرض الصوت والضوء اللي بيطبق التجربه بتاعته النهارده في المتحف. انا عرفت ان التجربه قامت على الجهود الذاتيه. نعم. فممكن تكلمني عنها؟ طبعا هم مجموعه من الشباب المتحمس المخلص اللي بيحب بلده، شباب واعي فنيين متخصصين في الاثار وفي الاضاءه وفي الصوت، بداوا يطبقوا الفكره وينفذوها بمجهوداتهم الذاتيه، واملهم ان التجربه تنجح علشان احنا نبدا نعمم التجربه، هيكون ليها مردود على السياحه لان هيبقى طبعا في تذاكر وفي دخل اضافي مش للمتحف بقى، لا للمصري ان شاء الله، للدخل القومي المصري ان شاء الله. ان شاء الله يعني ممكن تطبق على جميع المحافظات ان شاء الله، بس لما نخلص التجربه بتاعه المتحف وتنجح ان شاء الله. يا ترى هيبقى في دعم من وزاره الاثار بعد كده للتجربه دي؟ اكيد، لو العرض التجريبي ده اثبت نجاحه اكيد هتعمم على كل المتاحف. طيب ممكن تقول لي متوسط تكلفه التجربه دي قد ايه؟ لا والله ما اقدرش اتكلم عن متوسط التكلفه لان الشباب هم اللي عملوه بمجهودهم، وانا ما يعني ما سالتهمش الحقيقه لان هم شباب هدفهم الاول نجاح التجربه. شكرا لحضرتك ومسيئة لحضرتك. طبعا الفكره تجريبيه، اهم حاجه نعرف ان هو مشروع تجريبي لمده 4 ايام انكلودد اليوم بتاع الافتتاح. والمشروع دوت عباره كانت فكره قدمتها للوزاره السنين اللي فاتت، تعميم مشروع الصوت والضوء في ارض مصر كلها سواء في متاحف او في مناطق اثريه زي ما عندنا في الكرنك وعندنا في الهرم وعندنا في الفيله في اسوان، لكن كون انها تطبق في متحف دي ما طبقتش في العالم كله. فجات لي الفكره ليه ما حولش المتاحف لمسارح؟ يعني المسرح بيكون عباره عن صوت وضوء وكمان ايه الابطال هم القطع الاثريه، القطع الاثريه تحاول تتكلم للجمهور. الحاجه الثانيه، الموضوع ده اصلا الجمهور المصري، الجمهور المصري مش مقبل على زياره المتاحف، يمكن ربما احنا اللي مقصرين، بس المفروض ان الجمهور المصري يكون متواجد كله جوه المتاحف، كل المناطق الاثريه، هو ده المتاحف دي والاماكن دي حضارته ومكانته هو وجوده هو. فاحنا بنقول دي الفكره ربما انها تكسب الجمهور شويه خاصه الجمهور المصري. انت عامله فكره النهارده، فكره باللغه العربيه فقط؟ اللغه العربيه والانجليزيه. باللغه الانجليزيه بما اني انا بلد سياحيه انا كمان عامله سيشن بالانجليزي. العرض التجريبي لمده 4 ايام انكلودد يوم الافتتاح. اها تمام. شايفه ان هو ممكن يدخل يعمل تنشيط اولا للسياحه المصريه ويدخل دخل قومي للبلد؟ والله ده جزء من الهدف ان هو يساعد على الكلام ده، ان انا اصلا المفروض ان المتاحف او المناطق الاثريه بتاعتي لازم تستثمر. الاستثمار هنا مش عيب، الاستثمار سواء استثمار ثقافي او استثمار مادي مش عيب خالص. دول العالم كلها حولت متاحفها لاماكن للاستثمار، في نفس الوقت كل الطرق الحديثه
رخيصة ازاي تجذب جمهورها الفيرست وتقول جمهورها الاول قبل الـ مين مشاركين معاكي في المشروع ده؟ اول حاجة الفريق بتاعي فريق الادارة العلمية للشؤون العلمية والجرافيك ده الادارتي القديمة لان انا حاليا معايا ادارة جديدة مدير عام المتاحف الاقليمية وفريق اثريين من المتحف المصري واثريين في اثريين متحف الحضارة والتكنيشن كلهم اللي هو مهندسين الصوت ومهندسين الاضاءة دول متبرعين اصلا متبرعين بالفلوس متبرعين بالمجهود متبرعين بكل حاجه هم اللي مأجرين اجهزه الصوت على حسابهم اجهزه الاضاءه على حسابهم اجروا الاستوديو كمان على حسابهم خلاص ليه بقى هم عايزين يبعتوا ايه عايزين يقولوا رساله للشباب كلهم يا شباب ما تتحججوش وتقولوا الدوله مش مساعدانا لو عندك فكره ابتدي فكر وشغل دماغك ازاي تستثمرها اما انا العجوزه اللي معاهم لان انا بموت في الشباب ودايما محيطه للشباب وعايزه يعني اشجع الشباب فعلا الوقت ده وقت عمل بليز قوموا بقى كفايه كده قوموا بقى كفايه نوم وعشان اول ما تفتحوا من النوم تعرفوا ان انتوا دوله حضاره شايفه ان مصر الايام الجايه هتكون احسن ان شاء الله احسن دوله في العالم ان شاء الله باذن الله وشكرا لحضرتك جدا واتكلمت عن الفكره مع المهندس اللي هو المصمم الجرافيك احمد عشماوي وبدانا نتناقشوا في الموضوع وقعدنا مع بعض وكلنا وبعض الاثريين من المتحف من هنا ومن معانا في الاداره وعملنا السيناريو كلنا مع بعض والاستاذه صح يعني هي كتبت السيناريو واحنا كلنا جمعنا الداتا الاثريه اللي غسلنا بيها السيناريو مع كتابه السيناريو للاستاذه ايهاب واخترنا القطع اللي هي تخدم الموضوع بتاعنا بتاع المعرض الجمال في حياه المصريين القدماء وهتخشوا وتشوفوا المعرض وربنا يسهل لا 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 القطع اثريه في رمسيس الثاني حمام خطب الثاني وبعض القطع جوه الدوله القديمه ملك خوفو راح خطب ونفرت واثار الملكه حيده بحرس انا عرفت ان هي تكلفتها جت من دون دعم مادي من وزاره الاثار مفيش اي حد دفع اي مليم هم مجموعه من الشباب اسمهم فريق ان سكو مجموعه من مهندسين الاضاءه ومهندسين الصوت جايين وتطوعوا معانا عشان يظهروا الفكره ويثبتوا نجاح الفكره وربنا يسهل تتعمم بعد كده وهم اللي مدعمين بالاجهزه وجايبين الاجهزه على حسابهم ونفعتهم محدش فيهم اي حاجه لا الكلام ده هم يتشرف فيه انا مش عارفه انا اثريه هم مصممين الجرافيك والمهندسين الاضاءه ومهندسين الصوت ربنا يوفقكم يا وليكي يا اسماء شكرا